بدأ هنالك تضييق نوعا ما على اللاجئ الفلسطيني في العراق نتيجة الضغط. طلبت منهم هواي وشغلات، قالوا احنا يعني قلت لهم انا بدي حتى لو اقدر اروح اشوف ابني، يعني ابني يعني توفى وانا ما شفته، غير اروح يعني ادفنه انا اروح اسوي انا. قالوا ما بنقدر اسوي لك اي شيء. اللاجئ الفلسطيني يمشي بالشارع يجد لافتات كبيره تطارد تطالب الحكومه العراقيه بطرد اللاجئ الفلسطيني، وكل يوم يخابرني يعيط، يوم الحقوني، يوم بدي اياكم، يوم بدي اياكم، الله يرحمه، يعيط كل يوم بدي ارجع للعراق، بدي اشوفكم. احنا قاعدين كل يوم نموت ميت ماتي، اطفالنا بتروح على المدارس وكلهم انتم رهبيين، صار عندهم حاله نفسيه والله. ولحد الان المصريين بدهم يرجعوا على وطنهم، ولحد الان الواحد بتمنى انه يرجع على بلده ويموت ببلده، وانا واحد منهم. يا توت الدار حلفتك برب الكون، لابد ما نعود، لابد ما نعود، مهما طول المشوار. يا ضيابة يا ضيابة يا ضيابة، أوف كانت النكبة التي جاوز جرحها كل حدود هذه الأرض هي بداية الحكاية التي لم تنتهي فصولها بعد، وكتبت على الفلسطيني رحلة عذاب من خيمة لخيمة ومن بلد إلى بلد، فيكاد يكون الشعب الفلسطيني ضحية واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري التي عرفها التاريخ، حيث استخدمت العصابات الصهيونية شتى وسائل القمع والتنكيل والمجازر والتطهير العرقي لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من مدنهم وقراهم عام 1948. لطالما كان العراق وفلسطين دوماً في خندق النضال والكفاح، بينهما تشابه وتشارك، وللعراق صورة مشرقة في أذهان الفلسطينيين إلى يومنا هذا، حين نذكر كفاح الجيش العراقي إبان حرب عام 48. فبعد انسحاب الجيش البريطاني وجلائه عن فلسطين واحتلال العصابات الصهيونية أجزاءً منها، جاء قرار جامعة الدول العربية بإرسال كتائب من الجيوش العربية للقتال في فلسطين، وكانت واحدة منها كتائب من الجيش العراقي بقيادة عمر علي آمر الفوج العراقي وقرار طاهر الزبيدي مسؤول الجيش العراقي في حينه. لقد أبلى الجيش العراقي الذي كانت تتمركز غالبيته في المناطق الشمالية لفلسطين بلاءً حسناً، حتى أنه ساهم إلى حد بعيد في المحافظة على الجزء الشرقي من فلسطين. لقد كتب المؤرخون عن معارك الجيش العراقي في فلسطين وبطولاته ما لا يدع مجالاً للشك في بسالتهم وتضحياتهم العظيمة لحماية ما تبقى منها، وخير شاهد على ذلك عشرات المعارك التي سجلها التاريخ آنذاك، كمعركة جنين ومعركة قاقون ومعركة الطير والعشرات من المعارك البطولية قدم فيها الجيش العراقي مئات الشهداء والجرحى من جنوده، ولا تزال مدينة جنين الفلسطينية
تحتفظ بجثامينهم الطاهرة إلى يومنا هذا بمقبرة خاصة بالجيش العراقي. جماعة عبد الناصر قال ما عنديش استعداد إنه أحرر فلسطين، فرد علي عبد الكريم قاسم قال بأنه فلسطين ما يحررها إلا أهلها ومدعوم من الدول العربية، وأنا حشكل جيش تحرير. فشكل كتيبة، يعني هناك بسموه بالعراق فوج، زين، وكان الضباط كثيرين ووزعوهم على الجيش العراقي وأنا كنت واحد منهم. بعد النكبة اللي حثت ذهب فلسطينيين إلى سوريا ومصر ولبنان والأردن، إلا أن الوجود الفلسطيني في العراق كان هو بقرار من الحكومة العراقية والملكة عالية حينذاك عام 1948. احنا جينا عجنين ونابلس اللي فلسطيني اللي نزحوا من مدنهم وقراهم، فأجت الملكة ملكة العراق اللي هي زوجة الملك غازي وأخوها عبد الله كان ولي العهد، ف يعني مثل ما أقول يعني احتكت بالفلسطينيين وفايش طلبوا منهم من الفلسطينيين أنهم يروحوا على العراق وأخذوهم على نابلس، ومن نابلس ركبوا بالسيارات وسافروا إلى العراق. تبنت الحكومة العراقية كجانب قانوني تحملها مسؤولية الواقع الفلسطيني في العراق من خلال اتفاقية بيروت اللي هي طبعا ما انطها الإعلام حقها وذكرها، فتبنى العراق مسؤولية كاملة تجاه اللاجئ الفلسطيني من خلال معاهدة وقعت فيما بينهم بال 49 وتوثقت بال 51. استمر الواقع الفلسطيني في العراق في نوع من الضبابية، طبعا ما كان هناك قرارات واضحة سوى قرار اتخذه عبد الكريم قاسم بمنح اللاجئ الفلسطيني في العراق وثيقة سفر عراقية. لم تكن هنالك قرارات واضحة تنظم ملف اللجوء الفلسطيني وكيفية التعامل في كثير من الجوانب، ثم بدأت تصدر القرارات تباعاً، ومنها معاملة الفلسطيني معاملة العراقي بالواجبات والحقوق باستثناء الجنسية والترشيح، وكان آخرها قرار رقم 202 لسنة 2001 ومنحهم الإقامة الدائمة. حتى عام 1969 عندما أصدر مجلس قيادة الثورة في زمن أحمد حسن البكر أول قرار فلسطيني واضح للفلسطينيين اللي هو ترتيبه 360 اللي يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في كل شيء باستثناء الجنسية العراقية وفقا لحسابات عدم ضياع القضية الفلسطينية من خلال التجنيس. استمر التعامل بهذا القرار، وكان الفلسطيني تمتع أسوة بأخيه العراقي بالحقوق والواجبات وعاش حياة جيدة. We'll be right back.
عام 2003 تعرض العراق للاحتلال الأمريكي الذي كان فاجعة كبيرة على الفلسطينيين فيه، وكان حدثاً مفاجئاً ومباغتاً، حتى بدأت الصدمة تخف نوعاً ما بعد أن أصبح الأمر واقعاً، إلا أن حياة جديدة بدأت ومعاناة ليست بالحسبان حلت على عموم الفلسطينيين. الواقع الفلسطيني في العراق منذ 2003 كان متسلسل، بدأ بالقوات الأمريكية والمضايقات والاعتقالات والمداهمات المستمرة، بينما تسلسلت حتى أجت 2006، بل كانت الحرب الطائفية والاستهداف اللاجئ الفلسطيني استهداف مباشر، حيث أدت إلى استشهاد ما يقارب 600 لاجئ فلسطيني، طبعا يكون خطف ومن ثم التعذيب وثم قتل. وبدأت عمليات الاغتيال، وكان أول عملية اغتيال باستهداف مباشر لأستاذ جامعي قتل أمام زوجته وأمام أولاده، وهذا يعني حسب الذاكرة أظن كان في شهر 10 من عام 2003، كانت أول عملية اغتيال لفلسطيني في العراق، بدعوى أيضا أنه كان منتمي لحزب البعث. وأنا أظن يعني هذه كانت الفرية هي جاهزة لكل من يراد، وإلى اليوم لكل من يراد قتله أن يتم نعته بهذه الصفة. بعيد احتلال العراق عام 2003 تهجر قرابة 400 عائلة فلسطينية من عدة مناطق في بغداد والبصرة، وأسس أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في العراق بساحة لكرة القدم في نادي حيفا الرياضي بمجمع البلديات، لتبدأ محنة جديدة لم تكن بالحسبان. الذي جرى بداية تم استهداف حوالي 450 عائلة فلسطينية، وتم إخراجها من البيوت، وكان هذا أول مخيم يتشكل وأول مرة تعود الخيمة إلى اللاجئين الفلسطينيين من عام 48. وفعلا تشكل مخيم العودة في ملعب نادي حيفا الرياضي، وتكون من 450 عائلة فلسطينية لم تجد لها مأوى وطردت من بيوتها وسكنوا في الخيم، حيث أكثر اللاجئين الفلسطينيين في العراق غادروا العراق إلى مخيمات الشتات مثل مخيم رويشد، ومن ثم مخيم طريبيل، ومن ثم تنف، مخيم الهول في الحسكة، وآخرها مخيم الوليد، ومن ثم ذلك تم إعادة توطينهم لما يقارب أكثر من 45 دولة أوروبية، فما توقف العراق ما يقارب 5000 لاجئ، وهذه إعداد هذه الأعداد إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذا الموضوع بصراحة له أثر كبير كان على الفلسطينيين، وبدأت الناس بالهجرة وتتشكل المخيمات بعد استهدافات عديدة وقتل ممنهج مورس ضد الفلسطينيين. أعطونا أسوأ البيوت وأسوأ الحالات، وهسه قعدنا بإيجار، هم سحبوا لنا الإيجار، وكل يوم تشريد وكل يوم قصة جديدة. لا متى يا برجعونا على بلادنا، وإحنا هناك إحنا والصاعين إحنا بننجاز. موزعين على في شمال العراق أربيل والموصل ما يقارب 1000 لاجئ فلسطيني، في الموصل 800 وهناك 200 لاجئ في أربيل، بينما العدد الأكبر يقع في محافظة بغداد ما يقارب 4000 لاجئ،
يتوزع اللاجئين الفلسطينيين في العراق على أكثر تجمعات فلسطينية مثل مجمع البلديات، أكبر التجمعات الفلسطينية في بغداد، والذي يضم تقريبا ما يقارب 2000 لاجئ، ومن ثم تجمع الزعفرانية، حي السلام، الأمين، الصناعة، الكرادة، البتاوين. فيهم ناس طبعا موظفين، نعم فيهم ناس يعني بتعرف لهم وقت طويل في العراق، مدرسين، موظفين حكوميين، موجود عدد منهم ليس كبيرا ولكن عدد بسيط. غالبيتهم العظمى يعملوا في الأعمال الحرة، الأعمال اللي هي الحرفية تحديدا، الصبغ، السيارات، المخابز والمعجنات وغيره، معظم الناس كانت هذه أعمالهم. فعانى الفلسطيني في فترة التسعينات من الغياب القانوني الواضح اتجاه الحقوق داخل العراق، وكان ظرف طبعا ظرف عسير وصعب للغاية، فترة حصار، يعني تحمل الفلسطيني أعباء الحصار وأعباء الغياب القانوني، وتفاصيل طبعا كثيرة يعني لا يمكن لنا أن نسردها، أنه منع 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 في كل شيء. أنا يعني من وعيت على الدنيا بعرف إنه عشت بالعراق، بس شو يعني ما عندنا وطن، يعني هوية لاجئ، يعني أريد مثلا أبسط شيء أريد أسوي لي مستقبل يعني، أو مثلا أشتري سيارة أو أي بيت أو أي شيء يعني إني أمشي به كمعاملة أو شيء، من يشوفوني لاجئ ما بينطوني أي حقوق، ما عندنا حقوق. طلعونا بدنا نلتم مع اهالينا مع اولادنا، احنا بغربه هان، اولادنا بغربه، عشنا بغربه ورح نموت بغربه. من فلسطيني صار مشتت، رجعني لبلدي، انا ما محسوبي على اللاجئ العراقي اللي بالعراق، لا تعيين، انا ما محسوب، مو بالاحصائيه اصلا. في عام 2005 تحديدا تم اكبر هجوم على الفلسطين، على مجمع البلديات، صار في تفجير في منطقة بغداد الجديدة وراح ضحيته 13 عراقي وجرح العشرات في ذلك التفجير. بعد ساعة مباشرة تم اتهام الفلسطينيين بهذا الحدث، وهاجمت ما يسمى في ذلك الوقت بقوات الذيب مجمع البلديات، وبإطلاق نار كثيف جدا وبعدد هائل من الجنود تم مداهمة المجمع بشكل مرعب، واعتقل 4 أشخاص من الفلسطينيين واتهموا بهذه العملية. فهناك كانت عمليات تحريض ضد اللاجئ الفلسطيني بدأت منذ 2005، طالبت بطرد اللاجئ الفلسطيني، إخراج اللاجئ الفلسطيني، خطة هذه بلافتات علقت في الشوارع، كانت تصل عبر رسائل تهديد، كان اللاجئ الفلسطيني أينما ذهب يسمعها، ولكن تطور الأمر حتى أن كن اللاجئ الفلسطيني يمشي بالشارع يجد لافتات كبيرة تطارد تطالب الحكومة العراقية بطرد اللاجئ الفلسطيني. أنا جيت على الزبير، الزبير كنا على الموصل، من الموصل ضلينا مدة بهاي المعيشة والأشياء، تعب يعني، شفنا التعب وانشقاق وها، وبعدين أجت نهاية هاي 11، شو استفدنا؟ اجينا هون احنا نريد عز كرامي تحترمنا الشعوب العالم، احنا شعب تعبان من 48 وإحنا عايشين خذل وماكو احترام إلنا، ومن الروح الشعب الفلسطيني اللي هون 20 عيلة بالمخيم بحركة ما عايشين بعيشة سعيدين، تعب
أولادهم بالطين، أولادهم بالمطر. في البعد القانوني للاجئين الفلسطينيين في العراق من عام 1948 دخلهم العراق ولم يشملوا ضمن ساحات عمليات الأونروا باتفاق تم بين الحكومة العراقية وما بين الأونروا، بحجة أنه هذول الناس عدد ليس كبير، كان عندهم 5000 شخص اللي أجوا العراق في 48، وبالتالي تكفلت الحكومة العراقية بعملية سكنهم ومساعدتهم في العراق. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ظهرت بال2003 عندما أجرت أول إحصائية للاجئين، وفي وقتها قدرت العدد أنه 35,000 لاجئ، ومن ثم اختفيت عن الساحة تماما. ظهرت بال2005 بعد إقامة أول مخيم للاجئين في مخيم العودة في نادي حيفا، حيث كان هناك كثير من العوائل تم طردهم من سكناهم بأسباب مختلفة. تم إسكانهم في مخيم نادي حيفا على أرض نادي حيفا. إحنا لاجئين فلسطينيين، من اسمه لاجئ فلسطيني غير أكو أمم متحدة تسأل عليه؟ أنا موحد مواطني فلسطيني صار لي 8 سنين، وروح اسمي شوفوا مدقوق بالهجرة، نادية خالد فائز اسمي بالهجرة 8 سنين أداعب على الإيجار، من طلع اسمي يقول توقف فائز ما بننطي بعد. في عام 2005 وفي عام 2010 اشتغلنا على الموضوع من أجل تثبيت هذا القانون. للأسف كان هو القانون موجود، ويعني الفلسطينيين المفروض يكون لهم حقوق، يعني على سبيل المثال الدراسة المجانية والعلاج المجاني أن يستمر هذا، والتقاعد وبعض المنح التي كانت تأدي للضحايا أو الضمان الاجتماعي وغيره. كل هذا أيضا للأسف في السنوات الأخيرة تم إلغاء هذا القانون، رغم أنه احنا نتكلم عن أعداد بسيطة جدا لا تتجاوز 4,000. يعني تصريحات كثير من الصحف العراقية والإعلاميين البارزين العراقيين أن هناك 1,201 انتحار فلسطيني فجروا أنفسهم بالشعب العراقي، ويدعون أنه إحصائية وزارة الداخلية. على العلم أكثر من مرة السفير الفلسطيني في العراق أكد يعني بلقاء تلفزيونية أنه التقى وزير الداخلية في حينها محمد الغبان، وأكد له وزير الداخلية لا يوجد أصلاً إحصائية تثبت هذا الكلام، ووزارة الداخلية لم تعلن أنه أكو انتحاريين فلسطينيين. أنا واحد من الناس، كنت أنا وأولادي وزوجتي ما نطلع من الدار. أنا لمدة 3 سنين تقريبا أنا ما أطلع من البيت، قاعد بالبيت نهائيا، يعني ما بطلع. إذا بدي على قد الحاجة اللي أنا بدي أشتريها من المحل التحت وصعد، ما كنا نقدر نطلع. يعني حتى إذا بصير مشكلة بين أي شخص يعني، وإذا هاي إحنا ما بنقدر يعني لا نتعارك لا نسوي، يعني ما بنقدر نشتكي. صعبة كانت الأمور، كل الصعبة يعني. يتم الاعتقال ثم يتم التعذيب ثم توضع الورقة فيها الاعترافات، ويطلب من الشخص التي تحت التعذيب أن يوقع على هذه الاعترافات. التعذيب حقيقة له أشكال وأنواع مختلفة، كانت تصل إلى التهديد بجلب الأم والأخت إلى المعتقل حتى يتم الضغط على الشخص اللي موجود في المعتقل للاعتراف بما لم يفعل. ما بقدر اشوف صور والله. يعني احنا بعد 2011 ابني غسان تعرض لهواي امور، لانه لا بيقدر يشتغل ولا بيقدر يعتمد، لانه كونه فلسطيني ممنوع من كل هاي الامور. تعرض مجرد انه راح لبغداد جديده، ما كان ما حامل مع الجنسيه تبعته، مسكوا المغاوير وحجزوه بمركز الشرطه، ورحت أطلع وجايب الهوية وقلت لهم هذا أبوه، أنا أبوه. هم قالوا لي هذا شيء، كل ما أحكي مع الضابط يقول لي اقعد برا اقعد برا. بعدين قال جيب 5 أوراق أو 6 أوراق بالضبط على مود أطلعه، وإذا ما جبت أنا راح أعتبره هذا إرهابي وصدامي وداعشي وبعثي.
وتعرفوا احنا فلسطينيين والمجتمع العراقي مجتمع عشائر وقبائلي، واحنا ما عندنا لا ظهر ولا عشيره ولا اشي. فالموضوع قلت له يابا اطلع خلص، بعد ما بقدر احنا نظل هيك يعني، اطلع على ضوء هذا اللي طلعت هذا الولد. انا طلعته وانا ما عندي يعني، حتى وضعي كان كل صعب جدا يعني، شو بدي احكي يعني، الوضع كلش كان يعني، بحيث الداينة فلوس على مود بس اطلعه من هنا، وهو يعني عندي بعد ولد ثاني انا يعني هم خايف عليه يعني، قلت خليه يطلع هو بالبداية وبلكت الله يفرجها ويطلعه، بلكت يقدر يسوي لنا فد حل انه ينقذنا من هذا الوضع اللي احنا قاعدين بنعيش فيه. وابني غسان سفرناه على اندونيسيا، وهمنا يتصل بينا يقول يوم انا معتاز فلوس، يوم انا بدي فلوس، والله ما عندنا. كانت عندي حلقة بايده رحت بعتها حتى ابعث له مصرف لغسان. يعني بعد ما طلع بعشرة ايام بالضبط، يعني قبل ما يطلع بعشرة ايام تعرض ابني لتهديد، وهاي التهديد ما بنعرف هاي الجهات منين يعني. ماكو شهر زمان تعرض للحادث ابني، حادث سير، لا ظل ضربة بدماغه وبظهره بالعمود الفقري تخسف، ما ظل اشي بجسم ابني، مات ابني توفى ابني بعد ما عانى وشاف الظلم وشاف الذل وشاف الإهانة، توفى قتلوه. الله كلبي خلصان. بعد هذا الوضع خابرت، اتصلت بهواي بالسفارة الفلسطينية بالمفوضية انهم اقدر اشوف ابني او اقدر اجيبه هنا ادفنه. ما شفت من عندهم اي شيء، طلبت منهم هواي وشغلات، قالوا احنا يعني قلت لهم انا بدي حتى لو اقدر اروح اشوف ابني، يعني ابني يعني توفى وانا ما شفته، غير اروح يعني ادفنه انا، اروح اسوي انا. قالوا ما بنقدر اسوي لك اي شيء. اللاجئ الفلسطيني في العراق الآن لا يرى أمامه أي مستقبل، إلى أن إذا لم يتم مشروع صياغة قانون واضح وصريح ينظم حياة اللاجئ الفلسطيني في العراق لا يكون له مستقبل. يعني على سبيل المثال أطفالنا الآن في المدارس لا نعلم هل يستطيعون غدا استمرار في الدراسة أو ممكن أن نعامل كالأجنبي. أنا أذكر جيداً أنه تم وضع موضوع مأساة الفلسطينيين في العراق على جدول أعمال المجلس التشريعي، ولكن للأسف تم سحب الموضوع ولم يناقش بحجة أنه هناك دائرة اسمها دائرة شؤون اللاجئين والمغتربين في منظمة التحرير هي المسؤولة عن هذا الملف وليس المجلس التشريعي، وتم سحب الملف ولم يتم مناقشته من المجلس التشريعي. طبعاً في عام 2007 زار الرئيس، جاءنا مندوب عن السلطة الفلسطينية جبريل الرجوب تحديدا إلى العراق، والتقى مع القيادة العراقية وطلع على التلفاز وذكر أن الفلسطينيين في العراق يريدون البقاء في العراق، وهذا سبب أزمة في العراق لأن الفلسطينيين في العراق كانوا يريدوا أن يخرجوا من العراق، وكل طلبهم أنه يا عم إحنا لا نريد إلا أن نعيش بأمان. مهانون، شعب مهان، زين يا هليج يأخذ حقنا ويدوس علينا كافعات، خلي الدنيا تشوفنا، خلي تحس بينا، لا نريد إيجارات ولا نريد فلوس ولا منح ولا أي شيء، نريد نرجع بدل الإيجار. اللي خدم 40 سنة و 30 سنة في الدوائر العراقية، أنا بتمنى من كل إخوان العراقيين وخاصة اللي أشرفوا على إلغاء قانون 202 أن يذهب يشوف الأضابير مال أولئك الموظفين، سيجد بها لا يقل عن 5 إلى 10 كتب شكر لتفانيهم في عملهم ووضع لهم بصمات واضحة وصريحة في نهضة العراق. هل
يجازى ذلك الشخص بالحرمان من راتبه التقاعدي لأولاده، وهذا طبعا يهدد كل الموظفين الآن اللي بالحكومة العراقية المتبقين، أنه حتى أصبحت نفسيتهم نفسية تعباني، إذا ما وفته المني راح يحرموا عوائلهم وأولادهم من الراتب التقاعدي. ولو ذهبت يميناً أو شمالاً وجبت قارات العالم لعلمت أن الفلسطيني بذل جهوداً مضنية في سبيل الوصول إلى بر الأمان بعد إغلاق الحدود العربية أمامه، وهناك عدد من العوائل استقرت بها الحال في شبه القارة الهندية حتى يعاد التهجير لدول أخرى، ولا تزال أعداد منها هناك، وأعداد أخرى في ماليزيا وأندونيسيا وتايلند، وعدد قليل ذهب للبحث عن لقمة العيش في الصين وروسيا وبلغاريا واليونان. الحقيقة اللي بسمعه أنه الفلسطينيين كلهم المشردين في كل أنحاء العالم، في كل دول عام تقريباً، إلا القليل يعني، فكلهم لحد الآن مصرين أنهم يرجعوا على فلسطين وما بدهم يتجنسوا، إلا القليل جداً يعني. يعني بالعراق يمكن 4-5 عوائل، وحالياً هنا بتركيا يمكن هم كم عائلة، ولحد الآن مصرين بدهم يرجعوا على وطنهم، ولحد الآن الواحد بتمنى إنه يرجع بلده ويموت ببلده، وأنا واحد منهم. وطني والله إذا أطلع الخارج أحسن من هون، يعني في سبيل يعني أكون أولادي يتعلموا العلم، صنعاء إشي عايشوا أطفالهم. أنا بكرة ما موجود، أنا رجال كبير خطيار، يعني بكرة أموت. وطني، يا أيها النسر الذي يغمد من قاره اللهب في عيوني، أين تاريخ العرب؟ كل ما أملكه في حضرة الموت جبين وغضب، وأنا أوصيت أن يزرع قلبي شجرة وجبيني منزلا للقبرة. وطني، إنا ولدنا وكبرنا بجراحك، وأكلنا شجر البلوط كي نشهد ميلاد صباحك. أيها النسر الذي يرسف في الأغلال من دون سبب، أيها الموت الخرافي الذي كان يحب، لم يزل منقارك الأحمر في عيني سيفا من لهب. وأنا لست جديرا بجناحك، كل ما أملكه في حضرة الموت جبين وغضب.